لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بجمهورية الصين الشعبية. شهدت القمة السعودية الصينية عقد جلسة مباحثات بين القيادة الرشيدة حفظ الله وفخامة الرئيس الصيني، ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين واستثمار إمكاناتها السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة، وتعزيز الجهود القائمة من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها لشراكة ملموسة. وتضمنت المناقشات خطة الموائمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، واتفقنا على أهمية تسريع وتيرة الموائمة بين مشاريعها في البلد وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. وشهدت القمة توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع. وفيما يتعلق بالقمة الخليجية الصينية، أكدنا على السعي المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين ودول الخليج، واعتمدنا خطة العمل المشتركة 2023-2027، وتطرقت نقاشاتنا إلى استمرار العمل من أجل التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المجلس. وشكلت القمة العربية الصينية فرصة لتثمين الروابط التاريخية والتفاعلات الثرية بين حضاراتنا العريقتين والتشاور حول سبل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة. كما أكدنا من خلال القمة على دعمنا لمبادرة المجتمع العربي الصيني المستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وللدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية. والآن أعطي الكلمة لمعالي الأخ أحمد أبو الغيط أمين الجامعة العربية، فليتفضل. شكرا صاحب السمو. أولا ينبغي أن نوجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. حقيقة كان هناك ضيافة رائعة، تنظيم رائع، ونتائج يعني بالغة الأهمية. أهم شيء في كل هذا الزخم اللي احنا شفناه النهاردة أو اللي شاهدناه النهاردة هو التفاهم العربي الصيني على ثلاث وثائق رئيسية: إعلان الرياض، وده إعلان سياسي يتضمن الرؤى المشتركة بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية وقضايا كثيرة أخرى في إعلان الرياض. ولكن أيضا كان هناك وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، وهي تتضمن أوجه التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأي شيء تفكر فيه هتلاقيها موجودة في هذه الوثيقة. وبعدين الوثيقة الثالثة والأخيرة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية من أجل السلام والتنمية، وهي وثيقة تؤكد على الارتقاء بالتعاون بين الجانبين العربي والصيني إلى آفاق أرحب على المستوى السينائي ومستوى منتدى التعاون العربي الصيني. الأمل أن نستمر في هذا الإيقاع في تنفيذ ومتابعة هذه الوثائق، وأن يستمر المنتدى يعقد بالتبادل بين الصين والدول العربية سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة. كأمين عام للجامعة العربية أتصور أن هناك حاليا 20 مجال
تعقد الاجتماعات بشكل دوري، وبما يكشف عن علاقة متطورة. يعني هناك منتديات عربية مع الكثير من الأطراف الدولية، هناك الاتحاد الأوروبي، هناك أمريكا اللاتينية، هناك الهند، هناك روسيا، هناك اليابان، ولكن المنتدى الصيني العربي تقدم تقدم الحقيقة بالغ التطور، فهو ده اللي أنا أحب بس أضيفه. شكرا جزيلا معاليك، وأنتهز هذه الفرصة للتعبير عن جزيل شكرنا لما قمتم به شخصيا وفريقكم في الأمانة من حسن تنظيم وترتيب وإعداد لهذه القمة العربية الصينية، فلكم الشكر. والآن أعطي الكلمة لمعالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، فليتفضل. شكرا سمو الوزير، وشكرا معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، وسعد الله مساكم جميعا، ورحب فيكم في هذا المؤتمر الصحفي في اختتام هذا اليوم الطويل وهذه القمم الكثيرة التي احتفلتها الرياض، والتي تعكس المكانة الإقليمية والدولية للمملكة العربية السعودية، وهذا الحشد الكبير والذي وجد اليوم فرصة لطرح كثير من الموضوعات وتبادل الآراء حول مجمل القضايا. ولعلي في هذه العجالة أعرج على أهم ما صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 43، حيث رحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية على تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك. المرحلة الأولى قدمت وتم إقرارها في 2016، الآن المرحلة الثانية إن شاء الله ستقدم، وهي استكمال للرؤية في مرحلتها الأولى، والتي بلا شك تحرك كثير من الملفات المتعلقة في التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والتنموية. كما اعتمد مقام المجلس الأعلى قانون أو نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية الأقضية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وكذلك بارك إطلاق مبادرة مصانع المستقبل. كما اعتمد الإطار العام الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول الخليج، وميثاق المحافظة على التراث العمراني، والإطار العام الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، جملة من القوانين التي أقرها وباركها مقام المجلس الأعلى اليوم، والتي كلها تتمحور في تحقيق بعض مستهدفات رؤية خادم الحرمين الشريفين في مرحلتها الأولى، والتي بلا شك تسعى إلى تحقيق التكامل الخليجي في مجاله الأوسع. أكد المجلس الأعلى على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبالتأكيد دعم مبادرة السعودية الخضراء، وهي مساهمة كبيرة من دول المجلس والمبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي. طبعا البيان نشر ووزع وتضمن كثير من الموضوعات، بس حبيت أعرج على أهم ما ورد فيها. في ما يتعلق في بيان قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، والتي جاءت كأول قمة خليجية صينية تعكس هذه العلاقات التاريخية الكبيرة بين دول مجلس التعاون والصين، كون الصين هو الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون. رقم التجارة البينية والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين في العام 2021 بلغ 228 مليار دولار أمريكي. هناك رقبة كبيرة من الجانبين نحو دفع هذا التعاون إلى مجالات أرحب. كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز التعاون، هذا انعكس في خطة العمل المشترك الفترة القادمة 2023-2027، والتي تناولت 15 مجال من مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والصين. الصين ثاني أكبر اقتصاد، هناك اهتمام كبير
في دفع هذه العلاقات مع الصين. هناك رغبة في استكمال مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين، وهناك مجالات كثيرة تم التطرق لها في خطة العمل المشتركة التي أقرت اليوم، والتي سنعمل إن شاء الله على متابعة فرق العمل كل في اختصاصه لتحقيق المأمول من هذه الخطة. شكرا سمو الأمير. شكرا جزيلا معاليك، وأيضا انتهز هذه الفرصة لشكر معاليكم وفريق العمل في الأمانة لكل ما قدمتموه لترتيب هذه القمتين الهامتين. كما أريد أن انتهز هذه الفرصة لتقديم شكر خاص لمعاليكم لما قدمتموه خلال مسيرتكم أمينا عاما لمجلس التعاون، وكنتم حقيقة أمينا بمعنى الكلمة، وقدمتم الكثير وبدون كلل أو ملل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، فشكرا جزيلا لكم معاليكم. شكرا. نعطي المايك لقناة القاهرة الإخبارية في الصف الأول هنا، إذا ممكن توقفي. أمل الحناوي، قناة القاهرة الإخبارية. سؤالي لمعالي وزير الخارجية السعودي، كيف يمكن للتعاون العربي الصيني أن يقدم إسهاما في حل عدد من الأزمات الدولية الراهنة والتي أصبحت تعاني منها شعوب العالم أجمع، وفي مقدمتها أزمات الغذاء والطاقة؟ أيضا وقعتم شراكة استراتيجية مع الصين، الكثير يتساءل عن طبيعة هذه الشراكة وما هي مكاسب المملكة منها. سؤالي أيضا الثاني للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كيف يساهم التقارب مع الصين في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج العربي؟ أيضا سؤال أخير ل معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، تحدثتم عن القضية الفلسطينية، هناك تصعيد ميداني في الضفة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أيضا حكومة يمينية يجري تشكيلها برئاسة نتنياهو، ما العمل المطلوب من المجتمع الدولي للحيلولة دون تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؟ شكرا. شكرا جزيلا. لا شك أن التعاون بين مجموعة بوزن وثقل وحجم المجموعة الدول العربية، جامعة الدول العربية، والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من شأنها أن يساهم في معالجة كثير من التحديات، سواء تحديات تخصنا أو تحديات في العالم أوسع. ولنا في العالم العربي بحكم أننا جميعا دول نامية اهتمام كبير وتركيز عالي باهتمامات العالم النامي، والصين كذلك لها اهتمام بهذا الجانب، والتعاون بيننا واستكشاف فرص التنسيق ومعالجة هذه التحديات بجمع مواردنا، وليس فقط حقيقة مع الصين، يعني نشاهد الجامعة العربية ومجموعة الدول العربية تحرص على مد اليد للجميع والتعاون مع الجميع، لكن لا شك أن التعاون مع الصين بحجمها وثقلها مهم للغاية وسيساعد في معالجة هذه التحديات. بالنسبة للشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية مهمة للغاية. الصين هي الاقتصاد الثاني في العالم، المملكة العربية السعودية هي الاقتصاد الخامس عشر في العالم، المملكة العربية السعودية اقتصادها هذه السنة هو الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، ويتوقع أن يكون الأسرع نموا في الجي 20 لبضعة سنوات بتوفيق الله وحمده، نتوقع أن نصل إلى أرقام ممتازة وقوية في النمو الاقتصادي لهذه السنة، وهذا يجعل الفرص المتاحة للطرفين من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية كبرى. المملكة العربية السعودية بموقعها الاستراتيجي المتوسط بين الغرب والشرق تتيح لجمهورية الصين الفرصة لبناء الجسور بين الجانبين الكوكب، وأيضا الاستفادة من القدرات اللوجستية الكبرى التي تبنى في ظل رؤية 2030 والمشروع الكبرى الموجود عندنا. في نفس الوقت الاقتصاد الصيني بالنسبة لنا هو أهم سوق، فهي الشريك التجاري الأول بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وتعزيز هذه الشراكة وبحث عن تطويرها إلى أفق أوسع من مجرد التبادل التجاري التقليدي، بالتعاون التقني وبنقل التقنيات وبالاستثمار المتجه للاتجاهين، كل هذا سيعزز من فرص النمو للبلدين ويعطينا الفرصة لاستكشاف ليس فقط ما ينفعنا لكن ينفع منطقتينا. أعطي الكلمة الآن أولا لمعاليك وثم لمعاليك. شكرا سمو الأمير. لا أتصور أنه مسألة الإدانة
وإدانة التصرفات الإسرائيلية اليوم أصبحت كافية. وبالتالي المطلوب عدة محاور للعمل فيما يتعلق بالجمعية العامة في الأمم المتحدة. يجب أن احنا نتحرك وبسرعة أمام الجمعية العامة نطالب بالعضوية الكاملة لفلسطين في عضوية الأمم المتحدة، لأنه لا يكفي للمجتمع الدولي أنه يؤيد الفلسطينيين فقط، فلتسمح لهم بالجلوس كدولة دائمة موجودة في الأمم المتحدة. ده مطلب. المطلب الآخر، أتصور أنه من المهم جدا الإسراع بالحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بوضعية التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. الفلسطينيين يقولون أنه احتلال ويجب أن ينتهي، وبالتالي على محكمة العدل الدولية أن تقول رأيها ورأيي بأسرع وقت ممكن. حاجة الثالثة، أنه يجب أنه من يؤيد إسرائيل أو يزعم أنه يتفهم المواقف الإسرائيلية أنه يحذر الجانب الإسرائيلي أو هذه الحكومة عند تشكيلها، لأنه المعروف أنه رئيس الحكومة المرشح طلب 14 يوما إضافية للاستمرار في السعي لتشكيل هذه الحكومة. تحذير الحكومة من أصدقائها أمر مطلوب جدا، تصدي المجتمع الدولي لأي أفعال إسرائيلية أمر مطلوب جدا. وحدة العمل الفلسطيني، يجب أنه يسرع الفلسطينيين بتوحيد مواقفهم ولا يسمحوا بأنه إسرائيل تستغل هذا الانقسام في الزعم أنه ما فيش شريك عربي. استمعنا اليوم للرئيس أبو مازن يقول أن لا يوجد شريك إسرائيلي، وفعلا لا يوجد شريك إسرائيلي لأنه لا يرغب فيه. فالمطلوب حركة، وحركة سريعة وحركة مستمرة، ومطلوب من هؤلاء الذين يتحدثون عما يسمى القيم أنهم يساووا في مواقفهم من كل هذه القيم، بمعنى عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة لا يمكن أن يطبق فيه فضاء أو مساحة من الأرض ولا يطبق في مساحة أخرى، وهكذا. شكرا. شكرا عليك. طبعا شكرا سمو الأمير. السؤال كان كيف يساهم التقارب مع الصين في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج العربي؟ ولعلي أنا أؤكد في هذه الجزئية بأن مجلس التعاون منذ إنشائه كان دائما حريص على أن يكون ركيزا الأمن والاستقرار في المنطقة. أمن واستقرار منطقة الخليج مهم جدا لأمن واستقرار العالم، وبالتالي التواصل مع الصين هو امتداد لتواصل تم مع كثير من دول العالم وكثير من المجموعات في دول العالم. من يلاحظ ويتابع الحراك الكبير الذي شهدته عواصم دول مجلس التعاون في الفترة الأخيرة، كثير من رؤساء الدول، كثير من رؤساء الحكومات، رؤساء منظمات، رؤساء هيئات، وزراء، قادة، فعاليات كبيرة تعقد في هذه المنطقة، مبادرات نوعية تطلق من هذه المنطقة، كلها تهدف إلى تقريب وجهات نظر. اثنين، أن يكون العالم مدرك لأهمية العمل الجماعي لتعزيز الأمن والاستقرار، وهذا هو ما قدمه مجلس التعاون، وهذا ما هو يؤمن به مجلس التعاون. دائما هو شريك في تعزيز الأمن والاستقرار، هو شريك في التنمية، وبالتالي وجود الرئيس الصيني اليوم في هذا الاجتماع المهم في هذا التوقيت المهم هو يعكس المكانة التي تحققت ولله الحمد لمنظومة مجلس التعاون كشريك موثوق في الساحة الدولية، وأيضا شريك يتمتع بمصداقية عالية ويسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت يدفع في جهود التنمية المستدامة لتعم الفائدة على الجميع. شكرا. السؤال الثاني، وكالة شينخوا للأنباء.
شكرا جزيلا على الفرصة النادرة، والسلام عليكم. أعجب دوامي وكالة أنباء شينخوا، وكالة أنباء رسمية في الصين. ففي رأيكم ما هي الحوافز الجديدة التي ستقدمها هذه القمم بين الصين ودول الخليج والدول العربية الأخرى لتعزيز العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. ويمكن العنوان الرئيسي هو التعاون والتنمية للقمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية. كان هناك تركيز كبير على أن يكون هناك مخرجات نوعية تدعم هذه المسيرة، وكان هناك مخرجات تركز على المجال التنمية الاقتصادية والتبادل رفع مستوى التبادل التجاري، لكن أيضا في مجالات التعليم وفي مجالات الثقافة وفي مجالات شتى لتعزيز التعاون والتنسيق بين مجموعتين، مجموعة الخليج العربي ومجموعة العربية الأوسع وجمهورية الصين الشعبية. وهذه المجموعتين بحكم حجمهما، وفي المقابل الصين بحجمها، توليد وتعزيز التعاون بينهما، هذا ممكن لكل الطرفين، يعطينا فرص لتعزيز إمكانياتنا لاستغلالها بشكل أقوى، وأيضا استكشاف مزيد من الفرص. لا أدري إذا كان لو تسمح لي سمو الأمير، وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية وجمهورية الصين اللي يقراها، وأنا قعدت أقراها لفترة طويلة، يشوف كثافة النشاط القادم وبشكل ممكن يتوه. يعني المجال السياسي مفهوم، لكن امسك بقى المجالات الأخرى، الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمال، التفعيل الكامل لدور اللجان الاقتصادية، زيادة الاستثمارات المباشرة، تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار نظام التجارة المتعدد، مواصلة تعزيز التعاون في الطاقة الإنتاجية، ده في التجارة بس، امسك الملكية الفكرية، مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الاعتراف المتبادل بالمقاييس والضرائب والملكية الفكرية، تعزيز التعاون مع الإدارة الوطنية الصينية للملكية، الطاقة، التعاون في مجال النفط والغاز، التعاون في مجال الطاقة النظيفة، التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الإسكان والتنمية الحضرية والنقل وغيرها من البنية التحتية، الزراعة، يعني المياه، الاقتصاد الرقمي والابتكار في الفضاء، تعميق التعاون في إطار التجارة الإلكترونية، التفعيل الكامل للدول، حاجة كثيفة جدا جدا جدا، السياحة، البيئة والمناخ، اللي يشوف تعميق الشراكة الاستراتيجية يلاقي محاور أخرى في الوثيقة الثانية. وبالتالي إمدادات الطاقة والممرات البحرية، أهمية الحفاظ على الأمن المائي للدول العربية، شيء كثيف للغاية يعني حقيقة، ويثري هذه العلاقة. نعطي المايك لقناة الشرق. محمد البيشي من قناة الشرق. سؤال لسمو الوزير الخارجية. سمو الوزير، أعلنت السعودية عن شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، هل يجب علينا اعتبار أن ذلك كما تشير بعض التقارير على حساب العلاقة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف يمكن المواءمة في العلاقة بين قطبين متنافسين مثل بكين وواشنطن؟ من جانب سؤالي آخر إذا سمحت لي، نفت واشنطن البيت الأبيض اليوم أي وساطة سعودية إماراتية بشأن الإفراج عن محتجزة أمريكية في روسيا، هل من تعليق؟ شكرا سمو الأمير. شكرا. في البداية، المملكة العربية السعودية لا تتعامل بالمسارات الواحدة. نحن نؤمن بحجم المملكة العربية السعودية كأحدى دول مجموعة 20 و كالاقتصاد 15 في العالم واقتصاد نامي بسرعة، أننا لابد أن نكون متفتحين على التعاون مع الجميع. ولا شك أن التعاون مع الاقتصاد الثاني في العالم أساس ضروري لاستمرار مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية، لكن هذا لا يعني أننا لا نزال نسعى للتعاون مع الاقتصاد الأول في العالم، ولا يعني أننا لا نسعى للتعاون مع كافة الاقتصادات الكبرى وغيرها في العالم. التعاون
التعاون متعدد الأطراف والتعاون مع الأطراف العديدة هو ما سوف ينقلنا في المملكة العربية السعودية، لكن ينقل العالم كله إلى مرحلة جديدة من النمو ومن الرفاهية. ولا نستطيع أن نبني هذا النمو هذا الرفاهية باستبعاد فرص من طرف أو آخر، فلا بد أن نكون منفتحين على التعاون مع الجميع، وهذه فلسفة المملكة العربية السعودية أن نتعاون مع الجميع لتحقيق المصالح المشتركة. والشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية لها عوامل مهمة وواعدة، وتدعم مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية، وتدعم كذلك التنمية في الصين وفي المنطقة، وكذلك عندنا شراكة استراتيجية قائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما عندنا شراكة استراتيجية قائمة مع الهند ومع اليابان مع فرنسا مع بريطانيا مع ألمانيا. كل هذه شراكة، يعني رسميا عندنا شراكات استراتيجية ولجان تتابع العمل مع كل هذه الدول. لماذا؟ لأن الاقتصاد السعودي في مرحلة توسع كبير، ونحتاج كل هذه الشراكات ونحتاج كل هذا التعاون لنستطيع أن نحقق مستهدفاتنا. في نفس الوقت نطمح أن نستطيع الاستفادة من هذا الانفتاح على كافة الأطراف في دعم مسيرة التنمية، ليس فقط في المملكة لكن في جوارنا وفي منطقتنا وفي العالم. لأنه مثل ما قلت نحن نرى أن التنافس جيد، لكن الدخول في الاستقطاب سلبي للغاية، سلبي للغاية ليس فقط للطرفين التي قد ينساقون في هذا الاستقطاب، لكن سلبي للاقتصاد العالمي وسلبي للسلم والأمن العالمي. لذلك ندعو دائما إلى استكشاف فرص التعاون وفرص إذا كان لابد فالتنافس تنافس شريف، لكن لا نؤمن أبدا بالاستقطاب أو الاختيار بين طرفين وآخر. بالنسبة للوساطة، يعني كل أستطيع أقوله أني مطلع على جهود سمو سيدي ولي العهد في الوساطة، وقد نجح في مرحلة سابقة في العملية المعروفة اللي تفرج عن 10، ومطلع على جهود سموه الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة هذه وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج. أما ما يقوله الآخرون فلا أستطيع أن أعلق عليه. نعطي المايك للفاينانشال تايمز. فاينانشال تايمز هنا. Thank you, Your Highness, and the attendees. Thank you very much. If I may ask a question, actually my colleague had just asked the main question about the elephant in the room today, but if I could just have a quick follow-up. The United States had warned, I think during the Manama dialogue, that certain types of cooperation with China would put a ceiling on U.S. cooperation in the region. And I think today we saw declarations on yesterday about cooperation in 5G, defense, security, generally speaking, and also peaceful use of nuclear energy. So do you see any... perhaps a different trajectory أي منحا مختلف بين الولايات المتحدة والصين. وسؤال سريع، الرئيس الصيني أيضا أود أن أتحدث عن أيضا عن دعم عن تغير العملة الصينية. شكرا جزيلا. شكرا لك. فيما يخص لقد ذكرت ذلك سابقا في إجابتي، نحن نسعى للتعاون مع كل الأطراف. نحن في سوق متنافس، نحن في السعودية لدينا استراتيجية مفصلة فيما يخص مثلا اقتصادنا المتنامي والمتنافس، ونسعى لأن نكون نحن نرى أن نكون مثلا الأقوى والأكبر عالميا، الأقوى اقتصادا عالميا فيما يخص في كل المجالات، ليس فقط في مجال الاقتصاد، في الأمن والتقنية. لدينا العديد من الفرص والبرامج التي نعمل فيها مع الولايات المتحدة، في أيضا من جهة أخرى مع الصين. نحن نسعى لأن نلعب دورا هاما لندعم التنوع الاقتصادي
وأن نجعل من اقتصادنا صامدا أكثر. نحن لا نرى إلى هذا الأمر كتحيز، بل نسعى لتوفير بيئة صحية ومتنوعة أكثر. ليس لدي كثير لأضيفه فيما يخص هذا السؤال لأني لا أعلم. السلام عليكم، أنا حمد المحمود من قناة سكاي نيوز عربية. سؤالي موجه لك سمو الأمير. بعد نجاح الوساطة السعودية الإماراتية الأخيرة في التبادل الأمريكي الروسي، هل من الممكن أن نشهد وساطة أخرى سعودية صينية أو خليجية صينية خاصة بأوكرانيا وروسيا لوقف الحرب؟ الحقيقة السعودية منفتحة على كل جهود الوساطة بالتأكيد، لكن لم يبحث شيء من هذا. شكرا. صحيفة People's Day. Yes, please. Thank you, Your Highness, Your Excellencies. I'm from People's Daily China. أنا من صحيفة الصين اليومية. هل تقدمت سابقا عن التعاون ما بين الدول العربية والصين؟ وأحد الاحتمالات المزدهرة المستقبلية في ما يخص القطاع التقني في الصين والدول العربية؟ شكرا، لأن هذا السؤال يتعلق بالدول العربية، سأحوله إلى الأمين العام للجمعية العربية. أعتقد أنني قرأت في هذا المرجع عن التعاون التقني. علي أن أعيد قراءته حتى أستطيع. نعم هنالك. نعم، كل ما أستطيع قوله أن هنالك تعاون تقني في مجالات معينة. هنالك مراجع نعم قد ذكر أيضا الذكاء الاصطناعي و فيما يخص الفضاء، في استكشاف الفضاء والأقمار الصناعية، التعاون في هذا المجال أيضا والتصحر وملفات كثيرة وعناصر أخرى. نحن لا ننوي أن نكشف عن المحتوى الكامل لهذا الملف. لماذا؟ لأنه يحتوي الكثير من المواد والعناصر، المناطق الخاضعة المتعلقة بهذا التعاون، والذي سنجعله يعني مختصا فقط ب بالقمة العربية الصينية للتحدث عنها. نعم. سؤالي هو لك لسعادة سمو الأمير. نحن نريد أن نرى ما هو يعني المكان الذي تضعه المملكة للصين في سياستها الخارجية. هل ترى أن العلاقة السعودية الصينية ستكون إطار مثال يعني للعلاقات العالمية مع الصين؟ نعم، الصين هي شركتنا التجارية، وهي أحد أهم الأنظمة السياسية لنا في السعودية، لأن الصين هي الثانية دولة في الاقتصاد العالمي، وهي طبعا مهمة لأي دولة فيما يخص السياسة الخارجية. نحن لدينا يعني تعاون قوي ما بيننا وبين الصين، ونعمل معا في الكثير على الكثير من القضايا والمشكلات فيما يخص مثلا الوضع البيئي العالمي وغيره. لذلك نحن نعمل جنبا إلى جنب، ليس فيما يتعلق
في دولنا فقط بل أيضا على المستوى العالمي. وأعلم أننا كما رأينا اليوم في القمة أن هنالك اهتمام كبير في بناء علاقة قوية ما بين الصين والدول العربية جميعا. مساء الخير، رنيم بخزام، قناة LBCI لبنان. ثلاث أسئلة سريعين جدا. بداية، هل ستلعب الصين أي دور على خط العلاقات النوعا ما متوترة بين عدد من الدول العربية وإيران؟ السؤال الثاني، أعود إلى موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل لو كان الجمهوريون في السلطة اليوم، هل كانت المملكة العربية السعودية لتزخم العلاقة مع الصين إلى هذا المستوى وجمع كل الدول العربية في الرياض للقاء مع الصين؟ والسؤال الثالث يتعلق ببلدي لبنان. لاحظنا بأنه بمختلف البيانات التي صدرت عنكم في مختلف اللقاءات سواء كانت ثنائية أم غير ثنائية، كان هناك ذكر للبنان. أدرك بأنه كان هناك ذكر لعدد آخر من الدول، ولكن في ظل كل ما يحكى عن عدم اهتمام المملكة العربية السعودية بلبنان، هل من رسالة معينة عبر ذكر لبنان في كل هذه اللقاءات؟ شكرا. شكرا. بس وش كان السؤال الأول؟ عفوا، والثاني؟ نعم. بالنسبة، نعرف أن الصين حريصة جدا على أمن واستقرار المنطقة، كما نحن حريصين جدا على الأمن واستقرار المنطقة، كما كافة دول الخليج حريصة على أمن واستقرار المنطقة، كما كافة الدول العربية حريصة على أمن واستقرار المنطقة. وجزء من أمن واستقرار المنطقة لا شك هو الوصول إلى علاقة إيجابية بين دول المنطقة وبين إيران، لأنها هي في النهاية جزء من المنطقة، ولا مجال لاستقرار المنطقة إلا بعلاقة جيدة بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول المنطقة الأخرى وجارتنا إيران. وسوف نستمر في السعي إلى ذلك، سوف نستمر في مد اليد إلى جيراننا في إيران سعيا لإيجاد سبيل لهذه العلاقة الإيجابية، ونسمع من وقت لآخر تصريحات إيجابية منهم، نتمنى أن نستطيع أن نترجمها إن شاء الله جميعا إلى علاقة حقيقية إيجابية تخدم ليس فقط استقرار المنطقة، لكن تخدم رفاه شعوبنا جميعا، سواء شعوب المملكة أو الشعب الإيراني، وهذا متاح، لكن يتطلب إيجابية وجدية من جميع الأطراف. ونرحب بكافة الأطراف التي قد تسعى لتسخير الأجواء المناسبة لذلك. بالنسبة للسؤال الثاني، حقيقة أولا التعاون الصيني والعربي ليس وليد لحظة، نعم، فسوف أسمح لمعاليه أن يضيف، لكن هو ليس وليد لحظة، هو شيء بني عبر سنين، تتوج الآن بالقمة الأولى هذه، وسيذكرنا الأمين متى تقررت هذه القمة، لكنها منذ فترة. وبالنسبة لنا كما ذكرت، الشراكة مع الصين لها أهمية، وأهميتها تأتي في المقام الأول أنها الصين بالنسبة للمملكة العربية السعودية أولا، ولكن أيضا أعتقد أغلب الدول العربية لم يكن كن هي الشريك التجاري الأول، وبذلك بناء علاقة قوية وبناء نسيج من المنافع المشتركة لابد أن يكون بالنسبة لنا أولوية قصوى. ولا يعني المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع مصالحنا، وسوف نصيغ نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر، وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين للحوار مع جميع شركائنا غربا وشرقا لضمان أن يكون هناك تفهم كامل لما نقوم به، وليكون هناك سعي لتحقيق أيضا هذه المنافع المشتركة. المنافع المشتركة ليست فقط لنا مع الصين، لكن لنا مع أمريكا، لنا مع غيرنا، ونحن نسعى خلف مصالحنا، ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق، وأينما وجدناها سوف يعني نعمل على تحقيقها. معنيك، تفضل. شكرا سمو الأمير. يعني لا يجب أنه نتصور أنه السياسات العربية أو المواقف العربية أو الزخم اللي احنا بنشهده في هذه اللحظة أنه وليد الشهر الماضي ولا العام الماضي. المنتدى
أطلق في 2004. فكرته اتحطت من 2001. فيما يتعلق بهذه القمة تحديدا، فكرتها انبثقت في 2019، وكانت في 2019 على ما أعتقد إدارة جمهورية، مش لأن الإدارة الديمقراطية جت في 2020. في 2019 في حديث بيني أنا شخصيا في بيجين مع وزير خارجية الصين، قلت له إيه رأيك لو نرفع هذا المنتدى؟ قال لي والله دي في إيد الوزراء العرب. فلما رجعنا اشتغلنا على هذا الموضوع وتقرر في 2020، بمعنى احنا كنا عارفين ان هناك دعوة سعودية لعمل هذا المنتدى من 2020. جاء الكوفيد علينا، كوفيد-19 عطل العملية لسنوات، وبالتالي لا يجب أنه تطرح أسئلة أو يتصور البعض أنه أصله هذا رد فعل على حدث أو فعل أو إجراء تم في شهر يوليو الماضي أو في شهر يناير 21. قصة من 2019 ومن 2004 ومن 2002. شكرا. نعطي المايك قناة العربية في المنتصف. بجاوب بس على لبنان إذا سمحتوا لي. لبنان نتمنى للبنان كل خير، لكن لبنان في يد قادته وفي يد شعبه. الآن هو في ظرف اختيار رئاستين، ونتمنى أن يوفقون في اختيار من يقود هذا البلد إلى بر الأمان وإلى مسار التنمية حقيقية وإلى مسار أيضا استقلالية حقيقية. هذا يبدو هذا جب واضح سمو الأمير أنه مدير المركز بيقول لنا خلاص وروحوا. نعم. ما عندي جواب، ما عندي شيء أضيفه على هذا. حقيقة نحن مهتمون فقط بمراقبة الوضع، وتمنياتنا للبنانيين أن يختاروا مسارهم فيما يحقق رخاءهم واستقرارهم واستقلالهم وعزتهم، وأن يختاروا هذا المسار فسيجدون ليس فقط المملكة العربية السعودية معهم، لكن كافة الدول العربية معهم بإذن الله. وإذا تتحملون هذا الطفية نكمل، ترى ما عندنا مشكلة. طيب، قناة العربية في المنتصف. أحمد بجات قناة العربية. سؤال معالي الأمين العام جمعية الدول العربية ومعالي وزير الخارجية. كان هناك اتفاق وتوافق اقتصادي وتجاري، هل هذا انعكس هذا التوافق والاتفاق سياسيا في القمة الصينية العربية حول إيران وتدخلها في شؤون بعض الدول العربية؟ يعني نحن نتحدث عن توافق فعلي، ليس توافق البعض يذكر أنه يكتب في البيانات، توافق فعلي. كان هناك توافق فعلي أم لا؟ سؤال ثاني، لماذا يعني عندما تكون أو يكون هناك تقارب سعودي أو خليجي مع ليس فقط مع الصين أو حتى مع روسيا، يتحدث البعض عن رسائل مبطنة توجه للولايات المتحدة؟ من وجهة نظركم لماذا دائما يحدث هذا الأمر؟ تتحدثون أن هذا الأمر هو أمر طبيعي واستراتيجي، لكن لماذا دائما ليس فقط تقارب مع الصين، حتى تقارب مع أقطاب أخرى كروسيا أو غيرها يتم الحديث عن رسائل مبطنة توجه للولايات المتحدة؟ شكرا. يعني هو ببساطة شديدة استمعنا للكثير من الرؤساء العرب يتحدثوا عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية من قبل القوى الخارجية، وعلى الجانب الآخر شفنا الرئيس تشي جين بينغ وهو بيتكلم على أنه لا توافق الصين على التدخلات في شؤون الدول، ولكن تحديدا على دولة ما هذا موضوع غير مطروح، لأنه نحن نتفهم اعتبارات بتقود الصين في مواقف، وهم يتفهمون اعتبارات تقود الدول العربية في مواقف. يعني في كلمتي أنا شخصيا النهاردة تحدثت على منع الانتشار النووي، لأن هناك طرف إقليمي يسعى لبناء قدرة نووية، هناك شكوك حول مدى هل هي سلمية ولا عسكرية، ولكن هناك أيضا
بالتأكيد قوة نووية مؤكدة موجودة على الأرض اسمها إسرائيل. ف يعني بتبحث المسائل في المبادئ العامة بتاعتها. يعني كل اللي أستطيع أقوله على هذا أنه في المملكة العربية السعودية سياستنا الخارجية مبنية على أساس مهم، وهو كيف ندعم مسار التنمية، وهذا هو الأساس الذي نعمل عليه، وهو الأساس الذي وجهتنا فيه القيادة، أن السياسة الخارجية مسخرة لدعم مسار التنمية، لحماية مكتسباتنا الوطنية وحماية أمننا الوطني، ودعم مشاريعنا التنموية، ودعم ما تسعى عليه القيادة من خلال رؤية 2030 والبرامج الأخرى في تحقيق رفاه مستدام للشعب السعودي. وسوف نستمر في هذا المنوال، كيف يحلل الآخرون فهذا أتركه لهم. نعطي المايك قناة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. نشأة أديه قناة المصرية. معالي الأمين العام، ربما كان السؤال الأكثر ترديدا في القاعة هو هل هناك استدارة عربية نحو الشرق أو نحو الجنوب، وهل هذه الاستدارة استدارة فرضتها الظروف والتغيرات الجيوسياسية الموجودة في العالم وإعادة تمركز القوى الكبرى، أم أنها إعادة هندسة علاقات وفقا لمصالح الدول العربية؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، تحدثت معاليكم عن الأمن المائي العربي كان متضمن داخل الوثيقة، وأيضا النهاردة كان فيه دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري إلى المنتدى أنه يضع على جدول أولوياته الأمن المائي العربي، وأيضا كان فيه دعوة إلى الجانب الإثيوبي لتفعيل هذه المباحثات لمصالح جميع الشعوب. يعني ماذا يمكن أن يعني يفعله المنتدى والدول العربية جميعا في الحفاظ على الأمن المائي العربي؟ أسف جدا، سؤال بيشغلني شخصيا من العام الماضي، وهو يعني كل ما نفعله الآن ترميم ما جرى إفساده فيما يسمى بالربيع العربي. كيف يمكن الحفاظ على الدولة الوطنية مما يمكن أن يطلق عليه الورم الربيع؟ شكرا. أنا ببتسم الحقيقة وبضحك لحديثك على ما يسمى بالربيع العربي اللي أنا بطلق عليه من وقته في 2011، ولعلي كنت الوحيد ويمكن أحمد موسى كمان. كان اسمه في رأيي دائما التدمير العربي. التدمير العربي حصل وخلاص، لكن الدولة الوطنية نأمل أنها تستطيع استعادة نفسها. في دول ما استعادت نفسها وبفعالية وبقدرة، وفي دول ما زال هناك جهد يبذل. نتكلم في موضوع المغزى السياسي لي، وهل هناك اتجاه نحو الشرق أو غيره. دعني أكون أمين وصريح جدا معك. منذ الثمانينات ونحن نشهد قوة اقتصادية تكنولوجية نامية في آسيا وفي المحيط الهادي، وكلنا نتذكر القصة بتاعت النمور الأربعة، وبيتكلموا كانوا على النمور الأربعة سنغافورة وماليزيا وتايوان وهونغ كونغ وكلام من ده. كلنا نعلم دانغ تشاو بينغ واللي عملوا في الصين ابتداء من سنة 79 أو 80 لما تمكن من السلطة وانطلق في بناء الصين الحديثة، وشفنا الصين الحديثة بتبزغ بقوة اقتصادية هائلة، وشفنا العالم الغربي هو يتحدث على انتقال مركز الثقل الاقتصادي إلى الشرق. دي كلها معلومات كلنا عارفينها. طيب العرب اللي عاوزين يبنوا مجتمعاتهم ويبنوا قدرتهم على توفير الرفاهة لشعوبهم، فهم كمان لهم القدرة انهم يشوفوا، وبالتالي يتجهوا شرقا في انطلاقة نحو التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع هذه القوى الصاعدة. ده شق. الشق الآخر، لا أحد
يزعم، ولا ينبغي أن أحد يزعم على الأقل من وجهة نظري، أنه انسوا الولايات المتحدة وانسوا العالم الغربي، لأنهم قوة واحدة فيهم أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر قوة عسكرية في العالم، وميزانيتها 730 مليار دولار في السنة، بيساووا 9 أو 10 التاليين لها في الانفاق العسكري. وبالتالي محدش بيتحول ولا حد بيلعب سياسات موازين القوى، ومفيش حرب باردة بعد، يعني ربما نشهد حرب باردة وربما لا نشهدها. تقولي طيب وليه مش هتشهدها؟ أقول لك لأنه فيه لعل هناك ضمان صمام أمن في العالم. إيه هو صمام الأمن في العالم؟ إنه حجم التجارة الأمريكية الصينية في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها معك دي 600 أو 700 مليار دولار في السنة. الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في السبعينات والثمانينات كانت لا تتجاوز حجم التجارة عدة مليارات، وبالتالي احتمالات الصدام كانت موجودة وما حصلتش. فليه تحصل النهاردة؟ حدش هيشتغل على موازين القوة أو الحرب الباردة أو علاقات بين الأطراف. ما يحدث الآن مع الصين هو اعتراف بقوة اقتصادية تكنولوجية نامية ولها قدراتها ولها منطلقاتها، والعرب يرغبون في بناء مجتمعاتهم والاستفادة من هذا، خصوصا أنه لما بيقدم لك هذا ما بيقدمه لكش بشروط، بيقدمه بدون شروط، ما بيقولكش والله أصلك أنت عندك كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا وكذا، دي في بطن الشاعر. الأمن المائي الدول العربية واقفة مع السودان ومصر، وهناك قرارات صادرة من الجامعة العربية ومن المجلس الوزاري بتقول ان احنا بنطالب بتسوية ملزمة او اتفاق ملزم، بنؤيد المطلب السوداني وبنؤيد المطلب المصري، وبنطالب اثيوبيا بانها تتفاوض ب يعني بحسن نية، ونأمل ان نحقق هذا. فيما يتعلق بالاعلان الصادر بين العرب والصين في نفس المعنى، بمعنى أنه الأمن المائي للدول شيء أساسي. كوب 27 كشف هذا جدا، المسألة مش بس الأمن الغذائي ولكن أيضا الأمن المائي، لأنه ما فيش غذاء بدون مية. شكرا. إن سمحت أوكي، نعطي قناة الجزيرة هنا في المقدمة. بدر ربيع، قناة الجزيرة. سؤالي موجه لسمو الأمير فيصل البرحان. سمو الأمير، هل تم التباحث مع الجانب الصيني بخصوص ملفات التسليح وأنظمة الدفاع في القمم الثلاثة التي عقدت في الرياض؟ لا، لم يكن هذا مجالا للنقاش، لأن القمم اللي عقدت هي قمم تركز على مجالات اقتصادية وتنموية، وكان هذا محور الأساسي للنقاش، ويعني مخرجاتها على كل حال معلنة بالكامل، يعني سواء القمة الصينية السعودية أو الصينية الخليجية أو الصينية العربية. الحقيقة يعني العلاقة مع الصين أعمق بكثير من هذه الاعتبارات. العلاقة مع الصين كما ذكرت سابقا يعني الاقتصاد الثاني في العالم، وكما شرح معالي للتو يعني الانخراط في شراكة استراتيجية اقتصادية تجارية مع الصين محوري أعتقد لكل الدول، ونعمل من خلال هذه الشراكة تعزيز مسار التنمية في العالم العربي، والعنوان الأساس عندنا لهذه القمم هو التعاون والتنمية، واختير هذا بعناية، لم يكن يعني اختيارا عبثيا، كان له دلالاته، ونستمر في بناء هذه العلاقة مع الصين ومع شركائنا الآخرين. نعطي السؤال للزملاء من الشرق الأوسط. السلام عليكم، غازي الحارثي من جريدة الشرق الأوسط. السؤال إلى سمو وزير الخارجية السعودي. اليوم كان أول لقاء على مستوى القمة
خليجي صيني وعربي صيني. هناك شراكة اقتصادية عالية المستوى جدا بين الدول العربية والصين. هل يمكن أن يبنى على لقاءات القمة التي عقدت اليوم في الرياض بحيث تصبح شراكة سياسية بين الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية بنفس المستوى للشراكة الاقتصادية المرتفعة من الأساس؟ شكرا. بين الدول العربية ولا بين العربية والصينية قصدك؟ العربية والصينية طبعا. يعني الشراكة السياسية بين الدول الخليجية والعربية هذه قائمة وموجودة وهي أساس من العمل العربي المشترك. يعني كما ذكرت سابقا بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية وأعتقد كثير من الدول العربية التنمية هو الدافع، التنمية هو الدافع ليس فقط لعقد هذه القمم لكن هو ما نستقي منه سياساتنا الخارجية. والعمل السياسي إن لم يخدم مصالحك الاقتصادية والتنموية ويعزز رفاه شعبك فحقيقة هذا مضيع لمواردك الوطنية، ولذلك نعمل على هذا المجال. وهذا يعني أن لا شك أن هناك انخراط سياسي مع الصين كما أن هناك انخراط سياسي للمملكة العربية السعودية مع جميع الأطراف في العالم. المملكة العربية السعودية طرف فاعل على الساحة السياسية ولها دور مهم ليس فقط في المنطقة لكن أبعد منها، ولكن نحن نركز في المملكة العربية السعودية تسخير هذا الدور السياسي لخدمة مصالحنا ومصالحنا التنموية أولا بما في حماية أمننا من أجل حماية مسار التنمية هذا، لكن أيضا لحماية أمن واستقرار المنطقة وتسخير سبل تعزيز النمو الاقتصادي بين دول منطقتنا. شكرا لكم أصحاب السمو المعالي وشكرا لكم على حضوركم. شكرا لكم وأعطيكم العافية ونعتذر عن اللي ما قدرنا نأخذ سؤال. شكرا.